قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة، حلقة خاصة بعنوان العائلة بين تحديات الحياة وروحانية الوحدة. وقد تطرق البرنامج لمفهوم العائلة في الكتاب المقدس، إضافة إلى العديد من القضايا التي تواجه الأسرة في الزمن الحاضر، وخاصة المشاكل المادية، علاوة على تحديات وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الإنترنت عموما. فإلى هناك، من بلد لبلد مفهوم العائلة بيختلف، فإحنا هون تركيزنا على مفهوم العائلة المسيحية. مفهوم العائلة المسيحية حتى لو اختلفت البلدان، مفهوم العائلة المسيحية واحد، اللي هو وضع أساسه وقاعدته ربنا يسوع المسيح. فالعائلة المسيحية ومفهومها، أبونا رح يعطيكم كمان نبذة روحية عن موضوع مفهوم العائلة وأساسها، وأنا رح أحكي عن الموضوع باجتماعيا. الموضوع ذو شقين. نعم. موضوعنا اليوم العائلة وتحديات الحياة وروحانية الوحدة. شق الأول العائلة، خلينا نحكي كتابيا بالإنجيل وبالعهد القديم، بنشوف في بعض الأفكار النموذج الأول آدم وحواء وأولادهم الخلاف العظيم والكبير اللي حصل بين الإخوان، النموذج الأول هابيل وقابيل، ثم انطلاق الحياة البشرية ودعوة الله لتأسيس عائلة من أول سطور الكتاب المقدس بسفر التكوين، اذهبوا وانموا واكثروا واعملوا عائلة واعمل هذا فكر الله للنموذج البشري. نعم. وكل الأشكال اليوم بتكون مشوهة إذا كانت بعيدة عن النموذج الذي طالب فيه إلهنا. هلأ بداية من إبراهيم بالعهد القديم، اترك أهلك وعشيرتك واذهب إلى الأرض التي أعطيك إياها، بتكون فيها الأسرة. من هنا النموذج، خلينا نقول العائلة، الأب والأم سارة وإبراهيم وأولادهم، نشوف فيما بعد الأخوين اللي صار الفكر ما بين إسحاق وما بين إسماعيل وما بين الجارية والحرة وما بين الزوجة، اللي البركة التي من الناس والبركة التي من الله. وبنشوف إحنا صار في أساسيات وتقاليد وعادات وتقاليد موجودة بالكتاب المقدس منذ ولادة الطفل لكيف ينمو ويتعلم ويتربى، والتقاليد إذا جاز التعبير التشريعية للعائلة في المجتمع اليهودي. آية كتير بحبها أنا، أيها الأباء لا تغيظوا بالضبط أبناءكم، يعني هذه موضوع لا تغيظوا أبناءكم، يعني كتير في مظبوط انه ربنا طلب انه نربي اولادنا، واذا غلطوا نعلمهم، نمشي معهم مسيرة الايمان، نمشي معهم مسيرة ايضا التكوين الاخلاقي والايماني والجسدي مع اولادنا. لكن مفهوم العائلة الان اصبح مفكك لانه ابتعد عن تعاليم السيد المسيح. في آية دائما احنا بنكتبها في بطاقات الأفراح، إن لم يبني الرب البيت فباطل يتعب البناؤون. يعني هذه الآية بنحطها نحن، ممكن نقول إنه بدنا نطبع كرتات العرس ونحطها لكن إذا احنا ركزنا في هذه الآية، إن لم يبني الرب هذا البيت، كم زوج وزوجة أو الخطاب قديش هن واعيين لهذه المسؤولية. يعني هي مشكورة الكنيسة إنه بلشت هلا تركز على موضوع دورات الخطاب والتحضير لإلهم. في ناس بتاخدها مظبوط بمعنى جدي، وفي ناس بتاخدها إنها شهادة لازم مطلوبة مني أخدها قبل ما أتجوز ومش مهتم فيها. لكن الرب إذا ربنا ما بنى البيت الزوجي من أساسه من أول يوم بحياتكم فباطل، قد ما بتتعبوا رح تكونوا مشقيين. بهذه الحلقة نحن نطلب منكم أنكم تراجعوا حياتكم، تراجعوا كيف تربيتكم، ما فات الوقت، وما تقولوا أنه اللي مضى مضى وحياتنا تعيسة وما فيها صلاح. لا، رجعوا الروح القدس لحياتكم، رجعوا روح ربنا لحياتكم، وبتشوفوا بشوية صبر وإيمان وصلاة
واحنا بزمان الصوم ايضا كمان هذا الزمن استغلوا تقدروا انكم ترجعوا لايمان ربنا اللي وضعه فينا من خلال المعمودية، من خلال حياتنا الروحية.